هذا الأداء الجميل. ومن الجانب الآخر الوسمية الشامس من عتيق بشامس العامري، وعلى المركز الخامس تأتينا الفاتنة محمد بن مصبح الخاصوني لجتبي على المركز الخامس، وسادس المراكز جمايل سعد بن طالب بن محمد بن شريم المري من تأتينا على سادس المراكز، وفي المركز السابع عالية لمحمد بن سالم بن حمد بن يطبع العامري من تنطلق على سابع المراكز، وفي المركز الثامن الشاهينية الخزع بن عبد الواحد بن خزع العامري من يأتينا هنا على ثامن المراكز، وفي المركز التاسع الشاهينية سلطان بن غالب بن سلطان المنصوري، وعلى المركز العاشر العمالة قادمة حمد بن علي بن حمد البطين المري أيضا صاحب العمالة من انتزعت شوطي أيضا ما قبل الماضي بأدائها الجميل. نعود إلى الصدارة، نعود إلى الرومية من انطلقت على صدارة مع منتصف المسافة لوحة 2 كيلومترات غادرناها. الرومية لراشد بن دنان بن فالح الشامسي هي المسيطرة على زمام الأمور على الصدارة وعلى المركز الأول. المركز الثاني سلهودة طالب بن راشد بن سعيد بن شفيع لفهيدة من يأتينا على المركز الثاني، والمركز الثالث المنطلق الفاتنة محمد بن مصبح الخاصوني لكتبي على المركز الثالث، وفي المركز الرابع تأتينا الشاهينية الخزع بن عبد الواحد بن خزع العامري، ومن الجانب الآخر شعار شامس بن معتوق بشامس العامري مع الوسمية بهذا الانطلاق الجميل والتحدي الوصول هنا عالية لمحمد بن سالم بن حمد بن يطبع العمري والعمالة أيضا تتسلل في هذه لحظات، ولكن جعل راعق حير هناك بن شاهين القادمة حمد بن حميد بن سالم الدرعي المنطلق والعمالة قادمة هنا أيضا حمد بن علي بن حمد البطين المري وبن غالب قادم مع الشاهينية سلطان مغالب سلطان المنصوري، ومن الجانب الآخر هناك سعفة علي بن محسن بن علي بن ديلة المري بهذا الأداء الجميل، ولكن هنا الرومية على الصدارة، الرومية على المقدمة على المركز الأول وصدارة هذا الشوط. الرومية راشد بن دنان بن فالح الشامسي على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول. الله 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 الله، القادم أحلى، القادم أحلى يا سلام. اسعفة 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 علي بن محسن بن علي بن ديلة المري من انطلق على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول مع اسعفة على مقدمة الشوط تلتزع الصدارة مع شوط الختام. اسعفة علي بن محسن بن علي بن ديلة المري سلام سلام للدوحة، سلام سلام على هذا الأداء المميز الجميل. تهانينا على هذا الأداء المميز والفوز المستحق هنا في ختام أمسية هذه الليلة مع أشواط الإنتاج والمنتجين. تهانينا العلي بن محسن بن علي بن ديلة المري على فوز اسعفة بالمركز الأول. تهانينا والناموس، وها هي تصل إلى خط النهاية معلنة الفوز معلنة الناموس. تهانينا على هذا الأداء المميز. المركز الثاني عالية لمحمد بن سالم بن حمد بن يطبع العامري هنا اللحظات الأخيرة. المركز الثاني لسالم السلطان بن غالب السلطان المنصوري، وفي المركز الرابع كانت الشاهي هناك أيضا. الدخول مشاهدينا الكرام بهذا الأداء المميز، هناك أيضا التحدي الجميل بهذا الأداء المميز في هذه الانطلاقة الجميلة لسالم بن سيف بن مبارك لكتبي، وصلت على المركز الرابع. وفي المركز الخامس هملولة الراشد بن عبد بن سلطان المالكي. هذه هي النتيجة مشاهدينا ومتابعينا الكرام. التوقيت الزمني
تسعة خمس دقائق 59 ثانية جزء واحد من الثانية هو التوقيت الزمني الذي سجلته مشاهدينا ومتابعينا الكرام. اسعفة علي بن محسن بن علي بن ديلة المري ونتابع هنا الدخول القوي للمراكز. نعم هي صاحبة المركز الثاني عالية لمحمد بن سالم بن حمد بن يطبع العامري من وصلت على المركز الثاني قاطع المسافة في 6 دقائق ثانيتين وجزء واحد من الثانية. أما المركز الثالث فكان من نصيب هنا الشاهينية لسلطان بن غالب بن سلطان المنصوري قاطع المسافة في 6 دقائق وثانيتين وجزء واحد من الثانية. أما المركز الرابع فكانت غزلان لسالم بن سيف بن مبارك بن غويث الكتمي من وصلت على المركز هناك أيضا الرابع. وفي المركز الخامس حملولة لراشد بن عبد بن سلطان المالكي. تهانينا وناموس للجميع.